لابد من التنويه بهذه المبادرة. الإعلام له دور أساسي في المسار ديال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز أو تسريع المسار ديال الإصلاحات. قلت الإعلام له دور أساسي في مسار النهوض بحقوق الإنسان وتسريع المسار للإصلاحات السياسية والديمقراطية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في بلدنا، ولهذا الاستثمار فيه وتعزيز تملكه، تعزيز حريته وتعزيز تملكه الأدوات اللازمة خاصة في العصر ديال الثورة الرقمية، وتملك يعني المعايير والأدبيات ديال أخلاقيات المهنة. أعتقد هذا واحد مسؤولية جماعية ومطلوب أننا ننجحوا فيها، لكن النجاح الأساسي هو مسؤولية المهنيين. نعم السلطات العمومية تواكب هذا المسار، ولكن هذه مسؤولية ذاتية. اليوم المغرب كيسجل معدلات عالية في انتشار الانترنت، انتشار الهواتف يعني الذكية المنقولة، وهذا الانتشار كيطرح تحديات أكثر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمجموعة من الصحفيين أو مجموعة من المنابر. هذا الآن كانتشار أفقي واسع في يعني الانترنت، اللي كيتيح امكانيه ان اي شخص كيمكن ليه يكون متلقي الخبر، ناشر للخبر، يتفاعل مع الخبر، يتداول الخبر. وهذا كيجعل احد التحديات هو تعزيز الثقافه ديال التحقق من الخبر والتربيه على ميثاق اخلاقيات الاعلام للجميع معني دابا بها. ما بقاش هذا او ذاك، لان الحمايه الحياه الخاصه وايضا التثبت من الخبر هذه مسؤوليه جماعيه. النهوض بحقوق الانسان في جوهره مساله الحريه ديال التعبير، ولهذا الاعلام هو فاعل في النهوض بحقوق الانسان، وهو تجلي لقياس مدى التقدم في النهوض بحقوق الانسان. وهذا واحد الورش اللي مفتوح، قطعت فيه بلادنا اشواط من بعد اعتماد القوانين الاخيره، ولكن مازالت هنالك اشواط كتنتظرنا باش نعزو هذا المسار. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.